بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين في كل مكان، طاب مساءكم. حلقه جديده من برنامجكم مستشارك القانوني. النهارده دور البرنامج ان هو يزكي ثقه المواطن في مؤسساته وبالذات المؤسسات القضائيه، وبيحكم كل العلاقات الانسانيه. القانون بيحكم كل العلاقات الانسانيه اللي بتهم المواطن. وحديثنا اليوم هو حديث القانون ودوره في اذكاء قدرة القانون على اتيان المظلوم لحقه. ومن اخطر القضايا اللي هنناقشها النهاردة هي قضية خطيرة جدا، هي قضية علاقة الاباء بالابناء ومدى علاقتها بالقانون. يقول المولى سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. قد يكون الأبناء نعمة وقد تكون الأبناء نقمة، وكذلك قد يكون الآباء نقمة. ظهرت في الأونة الأخيرة جرائم عنف خطيرة جدا من الأبناء ضد أطفال أو شباب آخرين، وضد كمان أبهاتهم وأمهاتهم. الظاهرة دي أصبحت خطيرة جدا، وبقى الجريمة اللي بيرتكبها الشاب هي جريمة في منتهى العنف ومنتهى القسوه. لسه فكرة راجح كانت موجودة في خيالنا وقدام عينينا، لسه ما راحتش. ليه شبابنا بقوا قاسيين كده وبيرتكبوا جرائم بالعنف، وبتصل الجرائم إلى ارتكاب قتل، جرائم للآباء والأمهات. الأم اللي ربنا وصى بيها من 7 سنوات، والاب بيوصل بينا الطفل ان هو قد يقتل اباه او امه ولاسباب خطيره. في ناس تقول ان المخدرات، ناس تقول الامراض النفسيه، لكن النهارده احنا عايزين نعالج مشكله مهمه. ايه اسباب انتشار جرائم العنف بين الشباب تحديدا؟ وهل قانون الطفل وان الطفل سنه 18 سنة هل هو سن مناسب لاتيان ان اقصى جريمة ممكن يرتكبها الطفل تكون عقوبتها 15 سنة؟ مين الظالم ومين المظلوم ومين المسؤول؟ وهل القانون هنقدر باذن الله ان احنا نعدل في هذا القانون، بان احنا يعني نحاول نقلل من سن الطفولة الى اقل من 18 سنة ليكون 15 او 16 سنة؟ احنا النهاردة مش مع حد ضد حد، وما بنتهمش طرف ضد طرف، لكن انا بقول ان الاباء مقصرين في تربية ابنائهم، وكل انسان فينا عليه عبء في جريمة ارتكبها شاب حدث او ارتكبها شاب مراهق. مش هطول عليكم، احنا يسعدنا لمناقشة هذا الموضوع ومواضيع اخرى متنوعة. معانا الصحفي محمد عيسى، بنقول لك مرحب بيك يا استاذ محمد، شرفتنا في البرنامج، الصحفي في جريدة الوطن. ومعانا الكاتب الصحفي احمد وصفي، بنرحب بيك حضرتك، شرفتنا ونورتنا. اهلا بحضرتك استاذ عيسى. احنا شايفين في بعض الشباب بيشوفوا ان ابائهم وامهاتهم هم مجرد مكنة للصرف الآلي، وساعات ما بيستفادوش من خبرات الاب والام، وبيشوفوا ان ابهاتهم وامهاتهم هم من جيل تاني، من جيل اقل تواكبا مع الحياه العصريه. الموبايل وظهوره في حياتنا اثر كتير. تفتكر حضرتك ايه المعطيات اللي تضمن ان الشباب يستفيدوا من خبره ابائهم وامهاتهم، وما يكونش في فجوه زمنيه بين الجيلين؟ يعني ايه راي حضرتك في الاسباب دي؟ مبدئيا احب اشير في الاول قبل اي حاجه ان الفجوه دي بتيجي من ان الابناء او الاباء بالتحديد ما بيقعدوش مع اولادهم ويسمعوهم يتكلموا معاهم، وده بيكون عامل اساسي في ان يبقى في الفجوه دي.
تمام. الاب مثلا ممكن يكون يعني احنا برضو لا نلقي اللوم على الاب بشكل كامل استاذ ايمن عشان برضو نبقى منصفين. بمعنى ممكن يكون الاب عنده ظروف بتجبره ان هو يشتغل مثلا شغلانتين في اليوم تمام، بس ده مش معناه ان هو او ده حاجه تغفر له ان هو مثلا يقصر او ان هو يقول ان انا يا دوب الشغل اللي انا بشتغله يا دوب ان انا قادر اصرف عليهم، لان هو المفروض ليه دور رقابه عليه. احنا لما نيجي احنا كلنا بنجري ورا لقمه العيش، لكن مش مبرر ان احنا نتحجج بالجري ورا لقمه العيش ونهمل اولادنا. بالظبط كده. ليه بقى ما ينفعش نهمل اولادنا؟ لان هم دول اصلا ثمره حياتنا، اللي هم اصلا احنا كده كده بنعمل الفلوس دي عشانهم. طب راي حضرتك ايه في افكار التمرد بين الشباب، وهل ساهمت في انتشار الجريمه وبالذات جرائم العنف بين الشباب؟ اكيد طبعا اكيد. لما انا كده والدي مثلا يجي يقول لي مثلا او والدتي الحاجه دي مثلا ما تعملهاش او الحاجه دي غلط، وانا بكابر. هو المشكله ان الشاب نفسه اللي لسه مراهق بيبقى ليه طبيعه خاصه، خصوصا من الناحيه النفسيه، ان هو شايف مثلا وصل لسن معين ان مفيش حد رقيب عليه، ان هو خلاص بقى كبير. تمام. دورنا بقى يا استاذ ايمن نتكلم فيه هنا، نرجع لحته ايه، ان الاب لازم يبقى قريب او الام تبقى قريبه من بنتها، لان هي اصلا ممكن تعمل او هو ممكن يعمل حاجات عمر الاب او الام لا يخطر في باله، لان هو مش قاعد معاه، مش 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 شايف ايه اللي الموبايل ده بزرار واحد بس تك عليه خلاص انا في ايد العالم كله اشوف اللي انا عايز اشوفه، اشوف صحابه. هل ساهمت التكنولوجيا في اسكاء روح التمرد عند الشباب وبقوا يعرفوا ان هم بيفهموا اكتر طبعاً من اهاليهم؟ طبعا جدا جدا. ده في مجرمين في حول العالم لا تتعدى اعمارهم ال 18 سنه وال 16 سنه وسرقوا بنوك بالمليارات. ده من ايه؟ من التطور السريع للتكنولوجيا. تمام. لكن نرجع ونقول برضه يا استاذ ايمن ان حته الفجوه بين الاب وابنه بتعمل مشاكل كتير جدا، مشاكل نفسيه. ممكن يكون الاب قاسي تمام، يعني دي حاله من الحالات الاب يبقى قاسي جدا، فالابن بطبيعه الحال هيعمل ايه؟ هيقفل على نفسه طبعا. انا دلوقتي مثلا حضرتك والدي كل ما اجي اكلمك مصدر لي العصبيه والنرفزه والبتاع، فطبيعي ان انا من نفسي كده هاخد جنب. والله اعلم انا هقعد مع مين، انت اقعد مع مين يصدر لي افكار ايه. انت مناصر بقى فكره ان تحميل المسؤوليه كلها على الاباء. انا هروح بس للاستاذ احمد وصفي واساله، هل فكره التمرد بين الشباب بقت ظاهره، وانه الشباب بقت فاهمه ان اهاليها ما بقتش تفهم اللي هم فاهمينه، وان هم بقوا يفهموا اكتر من اهاليهم؟ انت شايف ان دي بقت ظاهره وموجوده في المجتمع؟ طبعا. انا بس في البدايه كده حابب بس قلي صوت شوي. في البدايه بس حابب اشكر الساده المشاهدين يعني والمتابعتهم لينا، بس انا في البدايه عايز اتكلم عن مكارم الاخلاق. دي بدايه لازم الاسره عامه تركز عليها، دي بدايه مكارم الاخلاق، ان احنا نقدر نبني في اولادنا من البدايه، من بدايه التنشئه، ان احنا ازاي نحترم الكبير قبل الصغير. دي حاجه خارج الاسره تمام، بس ده دور الاب هنا بقى ودور والام. الجلسات النقاشيه، ان احنا لازم نقرب الابن مننا، سواء ممكن مثلا الجلسات النقاشيه دي تبقى يوم واحد بس في الاسبوع ممكن، اذا كان هو اصلا الولد مبقاش مقتنع ان ابوه عنده من الخبرات ومن الفكر لمواكبه فكره، هو بيفكر بطريقه الولد وشايف ان والده رجعي، زي ما احنا كنا بنشوف زمان ان في تمرد برضو، احنا كلنا كنا شباب وكنا برضو عايزين نحس بقيمتنا. لكن انا شايف ان الظاهره دي اصبحت خطيره جدا. انت شايف ان الاباء والامهات هم المقصرين في حق اولادهم، ولا فكره التمرد وفكره الاستعلاء وان هو الولد بقى راجل خلاص هي دي الفكره اللي مسيطره عليهم وبتخليهمش يتوائموا مع ولادهم وامهاتهم؟ طبعا زي ما برضو ما اقول لحضرتك ان دي برضو بتعتمد من البدايه، من التربيه من الاول. في جمله قالها الخليفه عمر بن عبد العزيز، قال ان الهدى دي بتاعت ربنا، اما التربيه دي تبع للاسره او الاب تمام. صحيح. فهي من البدايه لازم تكون من الاب، صحيح، اللي هو دور البيت، دور البيت الاول علشان نقدر دور الشاب فين؟ دور الشاب فين انه يعرف ان اهله بيتعبوا عشانه
ويدفعوا الكوتة علشان خاطر هم يشوف مستوى راقي ومستوى كويس، وعشان خاطر يكون جزاؤهم هو النكران، وانه يفهموا ان هم عشان خاطر التكنولوجيا بقت في ايديهم وان المعلومات بقت متاحه. الشاب طول عمره منفصل عن الاب وعن الام بسبب السمارت فون والتكنولوجيا اللي حواليه. واحده كل حياتنا كانت طبعا السمارت فون والتكنولوجيا، كلنا ورا شاشات. لو جيت من جيل قبل ال 2000 تمام. طب ارجع للاستاذ محمد عيسى الصحفي بالوطن، عايز اقول لك ان احنا بنشوف جرائم كتيرة او جرائم عنف بتشوفها من خلال تغطيتك للحوادث باعتبارك صحفي حوادث. تمام. جرائم العنف انتشرت جدا بين الشباب ولا لا؟ انتشرت طبعا، انتشرت بشكل كبير جدا. عايزين تحكي لنا مثلا واقعة كده شفتها من جرائم العنف بالنسبة بين الشباب يعني؟ بين الشباب جرائم عنف شديد يعني بين الشباب. يعني حضرتك ذكرت في اول الحلقة تمام مثال حي تمام اللي هو قضية راجح. ما دي جريمة من جرائم العنف بتاعت الشباب، لمجرد ان هو شايف نفسه ان هو كبير ومفيش حد ركب عليه، فهو عاكس وحصل اللي حصل وان هو قتل والقصة اللي اخرها اللي احنا عارفينها تمام. بس فانا بكلم حضرتك في ايه، ان ده كله ناتج من ايه؟ ما هو مفيش رقابة. تفتكر ان احنا برضو في خطأ علينا كآباء ان احنا بنسمعش صوت الشباب طبعاً وصوت طبعاً الاولاد طبعاً، وان احنا دايما بنصدر لهم طبعاً بعض الاوامر طبعاً والاوامر طبعاً كتيره جدا طبعاً اساسي. تفتكر كده يا استاذ احمد؟ اكيد طبعا. الاب دايما بيبقى طول عمره بيخلص شغله، هو ده طبعا دوره صحيح. في البيت طبعاً الشغل هيبقى مراعي تاني. لا. فلازم هنا الابن لازم يكون واعي بحاجه زي كده، لازم يتكلم مع الاب، ما ياخدهوش ان هو مكنه بس، مكنه صرف بس. لا، عايز اضيف حاجه بالنسبه للموضوع ده. الاب لازم يغرس في ابنه ان هو عنده هدف. ينقصنا ان احنا نغرس في ابنائنا ان الواحد فيهم عنده هدف لازم يشتغل عليه. لان انا لما اشغل ابني بحاجه بان هو يبقى حاجه كويسه او يعمل ماشي تمام او يعمل تمام حاجه ماشي او يعمل حاجه تمام. في الحاله دي انا بلهيه عن اي حاجه ثانيه، اي حاجه تانية ممكن تقوده لطريق الفساد، ان هو يدمن، يشرب مخدرات، يعمل حاجه. كل ده لازم يبقى يعني محطوط في النقاش مع الابناء علشان ما يحسوش انهم لوحدهم. ما هو فكره ان انا احس ان انا لوحدي تمام، ده هيوصلني لان انا اعمل اللي انا عايزه. يلا ماشي تمام. معانا مداخله دلوقتي بنسمع بزمايلي في الكنترول بيقولوا احد الشباب يعني عايز يقول يدلو بدلو في هذا المعترك. عايزين نسمع الشباب. مين معانا؟ معاك محمود ايمن محفوظ. ده الواسطه اشتغلت في البرنامج. ازيك يا محمود؟ لا مش واسطه ولا حاجه، انا اتصلت على القناه وكنت عايز ازود لفكر حضرتك حاجه. يعني انت بتخليني اعترض على حق، في حاجات انا ما طردتش فيها في رايك الصراحه. طارد عليا على الهواء قدام الناس؟ يا حوده، ده محمود ايمن محفوظ ابني. طب تفتكر الخطا فين؟ الخطا في انتشار جرائم الشباب وتمرد الشباب على اهاليهم. الخطا عند مين يا محمود باعتبارك احد الشباب؟ انت عندك كام سنه يا محمود؟ انا عندي 15. طيب ماشي يا محمود، اتفضل يا محمود. الخطا عند الاباء والامهات. في اباء وامهات بيعاملوا عيال ابنائهم على انهم مساجين. بيعاملوا ابنائهم على انهم مساجين، ان هم اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. طبعا انت ما بتقصدنيش انا خالص. صح؟ ايوه انا بقول لك. ما بتقصدنيش انا طبعا. احنا يعني الشباب مش مساجين. الشباب المفروض يكون لهم. يعني ايه كلمه ان الاب بيعامل ابنه كانه مسجون؟ يعني ايه الكلمه دي؟ مش فاهم يعني. يعني الكلمه دي مش كل حاجه، مش كل شويه مثلا اي حد ينزل يجيب اي طلب يتقال له انت بتشرب سجاير، ويشككه في نفسه ويخليه عديم الثقه بنفسه ومنعدم الشخصيه، فده بيسبب جرائم قتل، بيسبب جرائم مخدرات واغتصاب وكتير، يعني مشاكل كتير في البلد. يعني لما ابوك بينصحك او الاب بينصح ابنه بنصايح ورا بعض
ده بيدفع لارتكاب الجرائم يا محمود؟ معقوله برضو؟ ايوه ده بيسبب جرائم قتل وجرائم فوق ما تتخيل، ده ممكن يسبب انهيار الدوله كمان. يا سلام، انهيار الدوله كمان. يعني طب انت طلباتك ايه؟ انا مع اني انا مش مستوعب الكلام انت بتقوله، بس انت طلباتك ايه من الاباء؟ يعني يدوا ثقه اكتر لاولادهم يسمعوهم؟ طلباتي من الاباء والامهات ان هم يكونوا اخوات كبار، مش اباء وامهات، اخوات كبار، سند نكون ضارين عليهم، مش يحسسونا ان احنا قليلين بالنسبه لهم. قصدك يعني تحسسك بالثقه سنة. يعني في شباب عندها 15 سنه و14 سنه بعقل 20 سنه وعقلها 30 سنه. وانت عقلك بقى 30 سنه يا محمود؟ لا انا عقلي مش 30 سنه، انا متربى على ايدك. طيب انا عايز اسالك سؤال، انت بتشوف في شباب بتلتجئ للجريمه بصفه عامه، جرائم المخدرات وجرائم العنف وجرائم الاغتصاب، انت شايف ان في بعض الشباب بيرتكبوا هذه الجرائم لاثبات الذات فقط؟ جرائم الذات، جرائم المخدرات وجرائم القتل والكلام ده بسبب ان الواحد بيكون عايز يشهر نفسه او يخلي نفسه ترند باي شكل حتى لو كان بشكل القتل. طب وايه يعني انت مش لاقي غير الترند السيء عشان توصل بيه للشهره، ما تقدرش توصل بالترند الحسن يعني؟ الترند الحسن ان الاباء والامهات يعاملوا ابنائهم على انهم عاش عاش، انت صح انت صح، حتى لو هو وحش، الوحش بيتحسن بعد كده. انا قصدك يعني يبقى في حوار بين الاب والابن. أيوة الاب، وما يبقاش نصايح على طول. وان يعني ايه اللي بيضايقك، ايه اللي بيضايقك مثلا في النصايح؟ انا مش عارف، انا مش متخيل يعني انك تتضايق من نصيحه بقول لك ما تشربش سجاير، ما تعملش الغلط، ما تمشيش مع فلان، ما تمشيش مع علان، ده بيتهيألي مفيش حاجه بتضايق، مفيش حاجه بتضايق، بس اللي بيضايق اللي هو كثره الكلام في الكلام ده، اللي هو انت خليني تخلي الشباب منعدمين الشخصيه عن نفسهم، ده بيسبب قلق وخوف ويعني وحرمان من ثقه بالنفس. يعني انت وصلت كلامك، ده ذاته بيسبب جرائم قتل وبيسبب. انت خدت اكتر من وقتك خلاص، انت خدت اكتر من وقتك، هي كلمتين. قصدك ان لازم يبقى في علاقه اخوه بدل الابوه بين الولد و ايوه الاب ما يكونش اب، الاب في الزمن ده يكون اخ كبير. ماشي ماشي، والاب يدي ابنه ثقه صح علشان خاطر النصيحه مره واحده، النصيحه مره واحده. ايه؟ انا ما سمعتش. النصيحه تكون مره واحده مش كل شويه. طب احنا بننصحك النصيحه لاي شاب تكون مره واحده. بنصيحتك وصلت، وان انت عايز تقول كلمه واحده اخيره، او لا، عايز الثقه، عايز الصداقه بين الاب والابن، عايز انك تحس بثقتك بنفسك وتحس ان انت مهم في المجتمع، مش ده المطلوب؟ ايوه طبعا، اي شاب او اي ابن نفسه يكون حاجه في البلد، نفسه ان هو يكون ترند. اتمنى اكون حاجه في البلد، واتمنى اكون ترند، ونورتنا ورسالتك وصلت وكتر خيرك. والله كلام ابني فكرني بكلام صلاح جاهين. صلاح جاهين لما بقال انا شاب لكن عمري الف عام، وحيد لكن بين ضلوعي زحام، خايف لكن خوفي مني انا، اخرس لكن قلبي مليان كلام، عيني رأت مولود على كتف امه يصرخ تهنن فيه، يصرخ تضمه، يصرخ تقول له يا ابني ما تنطق كلام، ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه. لازم نتكلم مع اولادنا ولازم نسمع صوتهم. فاصل قصير ونرجع لكم حالا. ان لازم نكون في حوار بين الاباء والابناء، وده دفعنا ان احنا نتكلم على الرئيس الانسان، الرئيس السيسي، رئيس جمهورية جبر الخواطر، الإنسان العظيم اللي جبر خاطر الطفل الأفريقي وجبر خاطر ناس كتيرة جدا من وقع التنمر بعض الشباب على الطفل الأفريقي، أجلسه مجلس الرؤساء وجبر خاطره. ومن هنا
ابتدينا نحس بخطورة التنمر وان هو بيأذي نفسية المتنمر به وقبل بدنه. التنمر يعني ايه؟ التنمر يعني اتريق على حد، اهين حد، اعاير حد باصوله، بلون بشرته، بضعفه، افرض سيطرتي عليه، هو ده التنمر. ده دفعنا وتصرف الرئيس الانسان العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الموقف ان احنا نقول اهمية عقاب المتنمرين بشتى الطرق. في مشروع قانون بيتناقش هيخرج من النور بعد يعني ايام قليلة جدا، هو تجديد العقوبة على جرائم التنمر عموما، وضع عليها عقوبات قاسية جدا. هل هسأل الأستاذ محمد عيسى باعتبارك برضو دارس قانون ومحامي وممارس لمهنة المحاماة، هل احنا في حاجة لتجديد العقوبة في جرائم التنمر؟ مبدئيا احنا محتاجين جدا ان احنا نشدد العقوبة. ليه بقى؟ لان الموضوع نفسه مش مجرد حاجة عابرة بتحصل وبتمشي، بالعكس ده الموضوع بيفضل أثره في الشخص المتنمر عليه أو المتنمر بيه، وبيسبب له ممكن أحوله لمريض نفسي. تمام؟ فخلينا متفقين إن العقوبة لازم تشدد، لأن هي العقوبة في حالة إن هو لو واحد مثلا، يعني خلينا نتكلم بشكل أبسط بعيد عن القانون شوية، إحنا برنامجنا إننا بنتكلم للمشاهد العادي إن هو يفهم، احنا بنفهم في القانون كويس جدا، بس احنا عايزين نوصل المعلومه اللي بنتفرج عليها ناس كتير بشكل يعني ابسط، بشكل ابسط، بشكل ابسط. يعني واحد مثلا معدي في الشارع ما حدش ليه علاقه بيه، ما حدش يعرفه، زي قصه الطفل الافريقي ده. تمام؟ لما تبقى العقوبه مثلا 6 شهور بس، تمام، فده قليل جدا. قليل جدا على ايه؟ على الجرم المرتكب. تمام؟ ولو ما كانش من لو ما كانش اجنبه عنه، او كان حد مثلا من يعرفه شخصيا، او ليه سلطه عليه، حد يعرفه شخصيا. تمام؟ العقوبه هتبقى سنه، قليل برضه، قليل جدا. ليه بقى؟ علشان هو لازم ياخد جزاء يتوافق مع ويرضع الجرم اللي هو ارتكبه. لان الموضوع ده بيأثر في نفسيتي، هو اصلا بيصنع مني شخص عصبي، شخص متسلط، شخص ناقم على المجتمع. انت جيت تنمرت على لوني ولا على بشرتي ولا على ديني ولا على اي حاجه، انت خلاص دلوقتي يعني انا عايز اي حد اقل مني بعد كده هتنمر عليه. وخصوصا المشكله دي بقى تظهر فين يا استاذ ايمن؟ في المدارس. وهو الطفل بقى لما يتم التنمر عليه وهو في المدرسه، وهو صغير في حضانه ولا في مدرسه لسه في التعليم الابتدائي والتعليم الاساسي، خلاص انت كده عملت منه واحد متسلط، متسلط عملت منه مجرم. ده في اخطر من كده. هرجع تاني لحضرتك يا استاذ احمد وصفي واقول لحضرتك، هل تشديد العقوبه فقط هو السبيل ان احنا ننهي على جرائم التنمر؟ وايه الالم النفسي اللي ممكن يحس بيه المتنمر؟ يا ريت تشرح لنا ايه هو الالم النفسي، وهل العقوبه تكون سنه او سنتين او حتى 10 ترضي المتنمر به على لون بشرته او على دينه او على طائفته؟ تفتكر العقوبه بس كافيه؟ طبعا زي ما قال الاستاذ محمد في البدايه، اصلا يعني هو ما ينفعش، مش 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 مجزي جدا فكره ان احنا ندي غرامه سنه او سنتين او كل الكلام ده كله. لا، هو احنا كده مش هنجيب حق ان احنا اللي هو اتنمر عليه. تمام؟ فلازم يترد له يعني، زي ما اتنمر عليه في المكان ده، الشخص اللي اتنمر عليه ده يخليه في قلب المكان. العقوبات البدنيه مش موجوده. العقوبات البدنيه هو ده لازم. البدنيه مش موجوده في القانون. موجوده فعلا. لا، هو انا مش بكلمك في القانون دلوقتي بقى، انا بكلمك ان انت هترد حقه كده. انا من رايي انت كده هترد حقه. انا اسالك سؤال مباشر، هل حد تنمر عليك قبل كده؟ وهرجع لك برضه استاذ محمد اسالك نفس السؤال. احنا بنبقى كشباب، موجودين في الشارع كهزار، احنا ما نعرفش ان احنا كده بنتنمر على بعض، فاكيد يعني زي ما انا مش بتكلم على الهزار، انا بتكلم هل تنمر بيك احد من قبل؟ يعني سواء في العمل، سواء في المدرسه، سواء
وحسيت بايه؟ عايزك تشرح لنا الاحساس اللي انت حسيت بيه. الصراحه ما حصلتش لان انا كنت ببقى من شله اللي هو ايه؟ المتنمرين. مرتزقه المدارس. بس والله يعني ما جرحتش حد بعينه، يعني ما جرحتش حد بعينه. طب نرجع يا استاذ محمد، هل تعرضت للتنمر سواء في طفولتك او في شبابك؟ لا، هو طبعا انا ما تعرضتش للتنمر، لان انا كده يعني برد على طول، ما عنديش وقت اضيعه. يعني اي حد بيجي على طول، ما عنديش رحمه. الاستاذ احمد وصفي قال فكره انا شايفها ان هي فكره كويسه، وتطبيقها على القانون. هو قال ان احنا نعمل عقوبات بدنيه، وده مش موجود في القانون، لكن انا عندي بقى فكره قانونيه ان يكون في عقوبات تكميليه زي الحرمان من بعض الوظائف العامه، زي الحرمان من دخول كليه معينه. يبقى عارف المتنمر لما هيتنمر هيتحرم من ميزه معينه ويحس ببغض المجتمع ليه، فهنحاول نقلل من فكره التنمر. ايه رايكم في الفكره دي؟ صح جدا، فكرة حلوة جدا. وانا اعتقد ان المتنمر ده يا استاذ ايمن ده شخص مريض نفسيا ويجب ان يخضع للعلاج. صحيح والله، يجب ان ناخد. اصل هو ما وصلش من كده غير لو هو في حاجه. صح، لان صحيح. هو في البدايه بيبقى ناقصه بيك، حاول يكمله في غيره اصلا. بالظبط. كلامك مظبوط وانا متفق معاكم. وفي مداخله من احد المواطنين. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا، سماعك يا كابتن. انا بحيي حضرتك على برنامج الجميل دوت، وبحيي ضيوفك الكرام. بحييك يا فندم، من حيي حضرتك. انت فعلا دايما بتناقش قواضي فعلا في المجتمع المصري، ودي موجود. بس انا بكلم حضرتك في خارج نطاق الحلقه بتاعت حضرتك، واتمنى ان انت حضرتك تسمعني. اتفضل، بس بسرعه عشان وقت برنامجنا يعني ضيق جدا. طيب، انا بكلم حضرتك يا فندم على بلطجيه الاراضي. مافيا الاراضي. احنا حضرتك نتمنى ان انت تفتح الموضوع دوت وتتمناه. انا ابني من ابناء محافظه الاليويه، عندي نسبه البلطجه على الاراضي وضرب وقله ادب وحاجات كتيره جدا لا تتخيلها. فارجو ان حضرتك تتمنى القضيه ديت، وانا مستعد ان انا ابعت لحضرتك مستندات باوراق عن كل البلطجيه الموجود وعن الموجودين على مافيا الاراضي. وصلت رسالتك استاذ محمد، نشكرك جدا. فعلا مافيا الاراضي موضوع خطير جدا. الرئيس السيسي رئيس كل المصريين كان بيقول ان هناك مطالبات بانه يغضب، اغضب يا سيسي. فكان السيسي بيقول انا ما ينفعش اغضب، لكن الملف الوحيد اللي غضب فيه سيادة الرئيس هو ملف مافيا الاراضي والاعتداء على اراضي الدولة. فالملف ده مهم. احنا بنشكر الاخ المتصل، شكرا جزيلا. والملف ده هنفتحه لانه ده بيهم الدولة وفي المقام الاول قائدها ورئيسها سيادة الرئيس الانسان عبد الفتاح السيسي، وبيهم كل المواطنين. هنتصدى باذن الله في هذا البرنامج لمافيا الاراضي، سواء الاعتداء على اراضي الدولة او اراضي المواطنين. فملف جميل جدا، اوعدك ان احنا هنناقشه قريب جدا. في مشكلة كبيرة قوي يا استاذ محمد، هي مشكلة القروض. تمام. قروض، وبالذات القروض متناهية الصغر. تمام. بنسمع شكاوى كتيرة جدا ان بعض البنوك او بعض الجمعيات او بعض المؤسسات بتدي قروض متناهية الصغر لبعض الناس. عايز في ثانية، يعني في ثانية، الناس دي في ظل كورونا بيحسوا ان هم يعني تعثروا شوية. تمام. هل القانون بيسمح لهم ان هم ياخدوا بعض من السماح من البنوك؟ تمام، هو كده كده رئيس الوزراء كان اداهم مهلة علشان خاطر كورونا. تمام، فالمهلة دي خلصت. تمام، لو المهلة خلصت تمام، فطبيعي ان هم لازم يبدأوا يرجعوا القروض بالشكل المتفق عليه من البنك. هل في النظام المصرفي في سماح لممكن ان احنا نناشد البنوك ان هم يدوا فتره صباح اطول من هذه الفتره؟ والله عايز رايك بايجاز. انا والله العظيم مع الموضوع ده جدا، لان لسه عجله الانتاج لسه مش اللي هي قامت زي الاول، فلسه الناس يعني حالتها ما تيسرتش او ما سمحتش بده. طيب، احنا عشان حلقتنا بتنتهي، يا مرت معاكم بسرعه جدا. احنا طبعا انا عارف ان مطالباتي البنوك والجهات المصرفية ببعض التيسير على المواطنين ده يخالف
القانون المصرفي والقانون المحاسبي، لكن انا بقول زي ما سيادة الرئيس ادانا منحة بالتأجيل 6 شهور، عايز برضو ان الجهاز المصرفي وعلى رأسه مدير البنك المركزي انه يدي بعض القرارات التي ترحم بالذات المقترضين وبالذات القروض متناهية الصغر. انا بتمنى ان رسالتي تكون وصلت، رغم ان هي رسالة انسانية اكتر ما تكون هي رسالة قانونية. فكروا في الغلابة، في ناس كتيرة لسه نشاطها ما اشتغلش لغاية دلوقتي واخدة قروض. انا بطلب نظرة عين العطف والرحمة. كلمة اخيرة للشباب. كلمة اخيرة بخصوص القروض ولا بشكل عام؟ يعني انت معايا ولا لا؟ هو انا معاك كده كده يعني. ده طيب. اساسي يعني. وانت معايا وبده هنا حلقتنا بالاتفاق، وكلنا بنطالب بطلبات إنسانية. بنختم برنامجنا وبنوعدكم بحلقة تانية ونناقش مواضيع مهمة جدا ومهمة خطيرة جدا، وبإذن الله نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.